امبارح كمان قررت اداره النادي نقل كاس دوري ابطال افريقيا اللي حصل عليه النادي الاهلي مؤخرا للمره الثانيه على التوالي وللمره العاشره في تاريخه، بيتنقل الى فرع الشيخ زايد للاحتفال طبعا عشان كل اعضاء الشيخ زايد هناك يحتفلوا بالكاس ويلتقطوا بجانبه الصور التذكاريه، خصوصا ان جائحه كورونا ما سمحتش بالحضور الجماهيري في اي مناسبه يعني عشان يحصل مشاركه للنادي الاهلي في احتفالاته بهذا الكاس. هيقعد في الشيخ زايد لمده اسبوع وبعد كده هيتم نقل الكاس الى فرع الاهلي بمدينه نصر، وبرضه هيستقر هناك لمده اسبوع عشان برضه كل الاعضاء الراغبين في الاحتفال بالكاس ويلتقطوا بجانبه الصور التذكاريه، وبعدها يعود الكاس مره اخرى الى مقر الجزيره لاتاحه الفرصه لكل الاعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطوله اللي فعلا اسعدت كل الاهلاويه في كل مكان في العالم.